خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع لي. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. بقى ثابت منتج الفيلم والميسيو الممول الخفي. لا يا أستاذ هلال، دراز ما يعرفش إن أنا مصدر التمويل للجريدة. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري والرقابة منعته. الغريب إن الحكومة بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السيما. أنت إزاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معنا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسة، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطة وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. يا سميح، وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير الحرف بمليون جنيه بس؟ انتوا الظاهر ما تعرفوش سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000. 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. شابين شابين. حسن حسن، اؤمر يا فندم. انا لازم اسافر حالا، احجز طياره على اي بلد. تحت امر سعد. خمسة مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. في ايه يا جمال؟ في ايه؟ صوتك واصل بره. ابوك ده هيودينا كلنا في داهيه. بس كده الناس هتفتكر. هو ده اللي مضايقك؟ اخس عليا، وانا اللي كنت فاكر حاجه تانيه. حاجه تانيه ازاي يعني؟ يعني تكون نجلة مزعلك ولا حاجة. لعلمك هي لو فكرت بس انها تزعلك انا مش حاسبها. امال كل اللي زعلك. مش مرتاح لك، برود اعصابك ده مش مطمني يا غادة. ده انت ما تنرفزتيش ولا لحظة من ساعتها. ما انا قلتلك قبل كده يا جمال، انا عاقلة، يعني ولا هخبط راسي في الحيط ولا هشد في شعري. انا اصلا جو طلقني طلقني بتاع الافلام ده انا ما بحبوش. اقسم بالله ما بحبها، وكل اللي بيني وبينها مصالح وشغل وبس. مش مصدقاني؟ هاتيني مصحف احلف لك عليه. لا اخس عليك، مصحف ايه؟ ده انت حتى مش متوضي. وعموما انا مصدقك من غير حلفان. نجحت الجهات الامنيه في القبض على شهاب حامد المرشح الرئاسي ورجل الاعمال المعروف، بعد ان ثبت تورطه في قضايا تمويلات اجنبيه من جهات خارجيه لتنفيذ مخططات واجندات دوليه تضر بالصالح العام وتروج للافكار الشاذه. وعلى إثره تم القبض على مجموعة من المتورطين معه، وهم بهاء ثابت رئيس جهاز السينما، والمخرجة دنيا ظافر، وسميح البجوري رئيس مجلس إدارة جريدة نبض الشعب. اهدي اهدي. الله يخرب بيت أبوك. الله يخرب بيت أبوك. بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيت أبوك. اهدي اهدي اهدي. ينعل أبوك ينعل أبوك بقى. يا خبر اسود، دول قبضوا على شهاب حامي. ليه؟ ولا هو عشان مش على مزاجهم؟ الراجل ده كان كويس وانا كنت بحبه. ما بيبصوا له كده ليه؟ الراجل طلع شمال وده واقف في وسط القهوه عمال يقول انا بحبه. شمال؟ لا انا بكرهه. ما بطيقش اسمع سيرته. ده يستاهل ضرب الجزم. هي وصلت انك انت تكتب مقال
وتنشره باسمي؟ ما انا لو طلبت منك ما كنتش هتوافق. وسميح جه وهددني بان هو يفصلني من الجريده، كنت عايز نعمل ايه يا هلال؟ اضحي بتعدي وشقايه وسنين عمري في الجرنان؟ ايه؟ انا حاسس انك انت زي ما كنت بعرفك لاول مره. انت اتغيرت ليه؟ البلد نفسها بتتغير، كل حاجه حواليك بتتغير. انا اضطريت اعمل كده عشان اعيش. كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من الشعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. احنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. انت ايه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ اني فقت نفسي لما حسيت انك هتتأذي. ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده، واقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان، بس انت طول عمرك اجدع مني. اه والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معانا. حاضر. ما تخافش مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روبي دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجرنال فين؟ لا، الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا لا لا، انا هتصرف هنا. ايوه عماد، دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف. مع السلامه. استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده. الشغل ضابطل من زمان، خصوصا جريدة نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفترة الأخيرة. مظبوط يا فندم، خصوصا بعد مقالات هلال كامل. فعلا المبيعات زادت جدا. بس وحضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال أعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر إعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريدة على واحد منهم يستمر في تمويلها. أحسن ما نقفلها فعلا، أحسن بكتير، خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل بدأت تقرأ دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل، ما ينفعش يروح في الرجلين. اطمن، دراز بيتحقق معاه، هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا.
هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محامية بره جاية للأستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضل يا أستاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز. الموضوع مش مستاهل يا أستاذ غادة. احنا خدنا أقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر. ما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني. كان ليه الأستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان أسيب شغلي واللي ورايا واجي؟ مش ممكن. إيه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غادي غادي، عارفة يا غادة، أنت بتفكريني بنفس زمان لما كان أبويا لسه عايش. أبويا مات وأنا في أولى جامعة، الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا أفعاله ولا آراءه، وكنا على طول مختلفين. ده أنا حتى مش فاكر حاجة واحدة اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت إن ظهري انكسر، لدرجة إن أنا كنت بمشي في الشوارع أتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس إن ظهري مكشوف، ما هو اللي حميني مات. وبعد شوية من موته كده افتكرت كل الحاجة اللي احنا كنا مختلفين فيها، فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقولك على حاجة غادة، بس ما تتحكيش عليا. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابوي، والله بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضن يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غادة، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. انا عندي ميعاد ولازم امشي عشان الحقه. عن اذنك. المفاجأة الحلوة دي، هو انت ما رحتش الشغل ولا ايه؟ لا للأسف ما رحتش. انت كنت خارجة ولا ايه؟ رايحة المعرض. في حاجة يا حبيبي؟ مش مطمن انا لغادة وتصرفاتها. ليه؟ في حاجة حصلت؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان مفيش حاجة حصلت. المفروض واحدة زيها وفي موقفها تكون قلبة الدنيا، خصوصا ان هي شخصية عصبية جدا. غادة مش غبية عشان تعمل كده. غادة عارفة انت مين ومركزك ايه، وعارفة كويس قوي انه اي كلام في مواضيع زي دي هيأذيك ويأذيها. يأذيني دي انا فاهمها، لكن يأذيها ازاي؟ هي عارفة كويس قوي ان الشهرة اللي عملتها كمحامية انت السبب فيها. سيبك بقى من جو الشطارة اللي هي رسمها ده. أوقات كتير بحس إن هلال زي أبوي، بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضن يا بنتي، الحقي حضن أبوك يا غادة، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه إن ظهرك انكسر. ده ايه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ ها؟ انت عندك واسطة كبيرة الظاهر. انت تعرف هلال كامل؟ اسكت يا هلال، ده انا قلبي وقف رجلي. الله، انت اللي بعت لي غدا؟ انا كلمت عماد يبعتها لك. وانت ما جيتش ليه؟ يعني كنت بطمن على الجريدة.
الجريدة هتتقفل يا ناري صح؟ هي مش هتتقفل يعني، هي زي ما تقول كده يعني هيحصل تغيير. يبقى أكيد هيجيبوا حد من النقابة يقعد مكاني على الكرسي. لا هما مش هيجيبوا حد من النقابة، هما هيجيبوا حد من هنا. أنت يا هلال مش كده؟ أنا عمري ما حبيت الكرسي ده عشان ما تصبنيش لعنيته وأحس إن أنا أعلى من البشر، واللي يعلى على الناس عمره ما يحس بيهم. عشان كده بكتب لهم الكلام اللي نفسهم يقولوه مش قادرين. تقصد إيه يا هلال؟ إن أنا مش حاسس بالناس؟ عمرك حسيت بأب وأم يصحوا الفجر يلبسوا عيالهم ويعملوا لهم سندوتشات المدرسة وينزلوا ياخدوا توك توك في عز برد الصبحية وبعد كده هتحشوا في أتوبيس أو في مترو عشان يروحوا شغلهم؟ اللي بيقعدوا على الكرسي ده بيدوا ضهرهم للناس، ما بيسألوش في حد. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من ياه عين هو إني أحافظ على بنتي نون ميم. أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا هوريك الوش. لأنه كان مصر على إجهاضها. طبعا ما اتصدمتش، لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا إنه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لأنه قاتل بلا رحمة. وبعد سنين من عذاب بعدها عني أخدت قرار إني أواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان أخدها من الدار وتعيش معايا والناس كلها تعرف إنها بنتي. ومع الأسف القرار كان متأخر، لأني لما رحت الدار علشان أخدها فاجئوني بحاجة ما كنتش أتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محبوب نون ميم. هو استاذ جمال ما بيردش برضه؟ ما قلت لك ما تقلقش يا صفوت بيه، اعتبر ان الارض بتاعتك، بس اهم حاجه نسبتي تبقى محفوظه. اه طبعا 5% من ثمن الارض. لا 10% من الثمن الفعلي للارض، مش الثمن اللي انتوا هتشتروا بيه. هو في متر ارض دلوقتي ب10 جنيه؟ وعموما حلال عليك ال 50 مليون جنيه اللي تأمري بيه يا متر، بس المهم استاذ جمال يخلص الامضاءات. هتخلص والامضاءات هتنور العقد. اه جمال. الو. ايوه يا جمال. اه صفوت بيه عندي هنا في المكتب. طيب خلاص هنجيلك على البيت. جمال سبقنا على البيت. وماله نروح له؟ طب انا هستناكي تحت في العربيه. الو. حبيت اقولك بما اننا بقينا شركة في جمال جوزي وجوزك ان هو كان لسه عندي ونازل. اه بالمناسبه هو ما راحش الشغل النهارده. شكلي انا وانتي يا نوجه هنبقى شركة ناجحين على الاخر. يا ريت يا غدغوده، انا اتمنى كده. باي باي. التكشيرة دي عملنا. والله سديت نفسي. فين الضحكة الحلوة اللي بحبها؟ انت مش عارفة ان انا بحب ضحكتك؟ كلامك ده اصلا هو اللي بيخرجني من اي مود وحش. بس انا مامي واخدة مني الموبايل ومش عارفة اكلم اي حد من صحابي. بكلم شوية منهم بالصدفة كده على فيسبوك. طب روحي نادي ماما. ايه؟ اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. طب هتعمل ايه؟ طيب فهمني. هرجع لك الموبايل. اقنعها.
تانكي بجد على كل حاجة بتعملها عشاني. ده كادو مني ليك. كادو مقبولة منك يا صفوت بيه. كده اقدر اقول لك مبروك عليك الارض. مامي عايزه ايه؟ مستر عصام عايز حضرتك. انت مش شايفه ان احنا في ميتنج؟ يا غاده ما تقول بتشوفي فيه ايه؟ قدامي. خير يا مستر عصام؟ خير ان شاء الله. انا عامل جروب على الواتساب للطالبات اللي عندي وببعت اسئله مهمه، ولما سالت منى انت ليه مش موجوده على الجروب قالت لي ان حضرتك خدت منها الموبايل. ده حصل فعلا، بس انا مش شايفه اي لزوم لموضوع الجروب ده. يعني يا مستر حضرتك بتيجي هنا البيت وبتديها الدرس، فمفيش داعي. يعني انا هقول لك مميزات الجروب ده. اولا انا عامله للطالبات عشان يتفاعلوا مع بعض ويحاولوا يتناقشوا ويحلوا الاسئله اللي انا ببعتها، وده طبعا هيفيد منا جدا في المذاكره. الحقيقه انا كنت اخدت منها الموبايل علشان زي ما حضرتك عارف بيبقى فيه معاكسات وسخافات، يعني البنت لسه صغيره. اوعدك ان انا هخلي بالي منها. منا دي زي اختي. حاضر يا مستر عصام، عشان خاطرك بس انا هرجع لها الموبايل. في حاجه تاني؟ لا يا فندم مفيش اي حاجه. طيب بعد اذنك، لان انا عندي ضيوف جوه. اتفضلي يا فندم. شكرا. ها مبسوطه كده؟ مبسوطه قوي. طب مفيش حاجه بقى كده ولا ايه؟ حاجه ايه يعني؟ مكافأة لحبيبك. ايه طب فين الضحكه الحلوه؟ هي دي الضحكه الحلوه. طب يلا نكمل درس يا اختي. يلا. الاسم نورهان محجوب السيد محجوب، مكان الولاده دار ملائكه الرحمه. أقر أنا أمال محمد حلمي المقيمة في 20 شارع الجزائر بالمعادي، وأنني قد تكفلت بجميع مصاريف نورهان محجوب السيد محجوب، وهذا إقرار مني بذلك، وهي قائمة بدار ملائكة الرحمة. الإمضاء أمال محمد حلمي. إقرار من أمال محمد حلمي. طب لو أمال دي هي اللي كانت متكفلة بنورهان، إزاي وصل الورق ده لمريم رياض طالما إن البنت مش مكتوبة باسمها وعنوان أمال نفسي عنوان مريم؟ كده بقى في علاقة بتربط أمال بمريم رياض. أستاذ هلال، الحمد لله على السلامة. الله، هو أنت عادي إنك تيجي بدري أوي عن موعدك كده، ولا رؤساء التحرير بيجوا كده، ولا أنت مش رئيس تحرير ولا إيه؟ جورنال قدامك، مكتوب فيه مين رئيس التحرير؟ هلال كامل، الأستاذ هلال كامل. طيب، مش هو ده اللي أنتوا عايزينه؟ ده اللي مكتوب. بس الفعلية بقى؟ لا فعليا بقى مش بتاعتكم، دي بتاعتنا انا اللي مسؤول عن الجورنال قدامك وقدام الحكومة وقدام الناس. طالما انت المسؤول قدامنا بقى، يبقى احنا كده مطمئنين. يلا انا عرفت منك انت ليه انت بتكذب وبتقوح معايا. رد يا طول، انت العيال كلها شاهده عليك
وانا بنفسي اللي مطلعي بنت السجاير والولاعه. لسه يالا هتكذب وتحور، لسه هتكذب وتحور. خلاص 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 والنبي خلاص. ايه ده يا رحاب؟ العقاب عمره ما كان بالزعيق. الاطفال احباب الله. يوسف؟ نعم. انت عارف انك انت غلطت غلطتين مش غلطه واحده؟ الغلطه الاولانيه انك سرقت علبه سجايري. والغلطه الثانيه انك شربت سجاره من غير ما تستاذني. من هنا ورايح لما تحب تاخد حاجه تبقى تستاذني. والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه يا باشا، والله عايزين بجري على عيالي يا باشا. والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه يا باشا، والله العظيم انا بوزي عاجز وبجري على عيالي يا باشا. يا رب يساعدك يا باشا ويبارك لك يا رب. بتساعدني يا باشا باي حاجه. هل في خطة يا فندم لرعاية الأطفال في الدار؟ أيوه طبعاً في خطة على أعلى مستوى، ولو الطفل حس إنه مش في بيته أنا بعتبر إن ده تقصير مننا. وإيه أكتر حاجة بتحاولوا تعملوها يا فندم عشان تفرحوا الأطفال؟ إننا ما نحسسهمش إنهم أيتام، وهي دي الحقيقة. إحنا هنا كلنا أهل ليهم، ودايماً زي ما أنت شايفة كده بنعمل لهم حفلات. راحة الطفل النفسية هدف لينا ونفسنا نستمر على كده. طب وإيه اللي يمنع يا فندم الاستمرار في ده؟ مفيش أي حاجة ممكن تمنعنا من الرعاية والاهتمام بالطفل. الحمد لله أهل الخير بيتبرعوا للدار، ونفسنا بجد إنهم يستمروا في دعمهم ده، لأن دعمهم ده بيحافظ على الصحة النفسية للطفل. واضح يا فندم إن أنتوا بتتعبوا جدا. تعب الطفل راحة لينا يا فندم. طيب وإيه التصرف اللي الدار بتعمله لو طفل مثلا اتصاب أو اتعور وهو بيلعب؟ في حاجة يا فندم؟ ايوه فكرتيني بعمر. عمر ده طفل عندنا، مره يا حبيبي وقع وهو بيلعب، قلبي اتكسر علشان رجله اتكسرت واتشرخت. شلته بنفسي وجريت للدكتور وسهرت بيه طول الليل وما عرفتش انام لغايه ما حسيت انه خف وبيجري قدام عينيا. كلنا اتوجعنا، متعرفيش اتوجعنا من قلبنا قد ايه. ربنا يكتر من امثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بام زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك مش قادر اكمل. انا اسفه اني فكرت حضرتك. احب اقول لكل مشاهدينا انه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم انسانيه وطيبه الاستاذه ساميه.